حنا الآن في مهرجان العلوم والتقنية أقسامه 5. خلينا نشوف قسم الماضي. صنع الناس المصابيح مستخدمين شحوم الحيوانات وقودها، وصانعين من النباتات الشتائية. ليش لونه فسفوري؟ وهل هو ينور في الظلام ولا لا؟ طبعا ينور في الظلام بسبب وجود نور معين اسمه ضوء الأشعة فوق البنفسجية. كيف نسوي هذا اللون البنفسجي؟ أول شيء نستخدم الملفوف البنفسجي، نحط معاه موية حارة ونخلطه. بعد ما نخلطه راح يكون في شوائب، نستخدم قطعة قماشية راح يطلع لي اللون صافي. الحين بروح للحاضر. يلا، ليش نحافظ على البيئة؟ هل البيئة مهمة؟ الحين تشوف الآن صاير الحين اللي هو الاحتباس الحراري، لما تشوف الحين بدأ يزيد العصير، يزيد الأشياء هذا بسبب اللي هو التلوث. زي ما تشوفون حنا في المسرح لتجارب العملية. شكرا على التجربة اللي سويت لنا وانبسطنا ذكر الله خير. عفوا حبيبي، وهذه كانت تجارب جميلة، والآن لازم أسافر إلى الماضي إلى اللقاء جميعاً. يلا نحو المستقبل. وأخيرا وصلنا لقسم الفرص، هنا الوظائف اللي بناخذها في المستقبل. يا هلا وسهلا، حياكم الله في جناح فرص. اليوم راح نتكلم عن مستهدفات المملكة العربية السعودية في مجال الصناعة والتعدين. المملكة تسعى لإتاحة فرص كثيرة في مجال الصناعة والتعدين والثروة المعدنية بشكل عام. هذولا علماء الماضي ونفتخر فيهم، وبإذن الله بيكون عالم سعودي في المستقبل والناس تفتخر فيهم.